اولا عرفي سير، انا دائما كنت واجد في المكان شي تكون ديال شي جمعيه، ما كان لقى حتى شي عضو في شي جمعيه ديال الاباء في الدراويش كيتواجد، كيفاش هذا غادي يسير؟ اذا كاين العشوائيه، يعني هذا نداء للاباء كاملين يديروا لنا واحد المكتب اللي يتحمل المسؤوليه ويخاف فيها الله. هذا ما راهو نداتنا، كاين اليتامى وكاين الضعفاء وخصنا نتحملوا المسؤوليه، اللي ما قدش المسؤوليه يبعد ما كان له حتى شي واحد. وكان بعد المشكل في الجهه التحضيريه نقدروا غيروا الجهه التحضيريه بيناتنا، ماشي مكانش عندنا مشكل وصافي بيناتنا، لان التلاميذ كيعانيو وواحد المعاناه كبيره اللي حقاش هذه الجمعيه، ما كانتش هذه السنه هذه راه ما تبرش عليهم تسجيل السنوي ديال الجمعيه، فالواحد من المبلغ ديال 8 مليون اللي كيدخل السنوي ديال الجمعيه، خصكم على الطريق القانونيه باش غادي تكون الجمعيه، خص يكون الحضور 100%، شوفوا انتوا واش تفتحوا ولا ما احنا عندنا غير على هذه المؤسسه. كانت الجناه سابقه، كانت جمعيه سابقه، ما خدمات خدمات، احنا ما عندناش احنا لا علاقه ديال الجمعيه، احنا بغينا نأسسوا جمعيه جديده، نديروا دين جديد في المؤسسه. نتوما اللي غادي تسيروا، احنا راه ما غاديش نسيروا، نتوما اللي غادي تسيروا. كاين نموذج القانون الاساسي، هو غادي تقرا وغادي تعدل كل شيء، غادي يدير هنا كل شيء، نتوما لا تختاروا. بالنسبه كما قال السي عبد الرحيم، النصاب القانوني كيكون في التجديد أو في جمعة عام استثنائي، اليوم جمعة عام تأسيسي بما حضر.